يبارك فيك. مرحبا ونهار كبير هذا. انا شاف باش على خير. الله يسلمك بارك الله فيك. تفضلوا. مرحبا. كيف درتو؟ صافي اخيرا قررتو؟ صافي دابا جينا نبداو كلشي بالقطعه اخرى. ان شاء الله ان شاء الله اليوم غادي نشوف ان شاء الله النوعيه ديال الرخام والنوعيه ديال الخشب. غادي تاخذوا انا غادي نعطيكم فرصه انكم تشوفوا الانواع ديال الخشب. كنتعاملوا بالبرودوي ايطاليان برودوي اسبانيول دونك لي زيشونتيون كتبقى مساله ديال اذواق. وبما ان ديجا هضرنا عندكم في الدار وعرفنا انا وجدت لكم كاين الكارفيناج كاين انواع ديال الرخام كاين اللي هو سيليستون كاين اللي هو كوارتز كاين اللي هو الرخام العادي كاين اللي هو غرانيت ناتورال اللي هو نوار تو ديبون دو دو كليون اشنو انا على حسب ما هضرنا اخر مره في الدار هي مع قلنا غادي نسوليا بيتو البيض وغيتو على ما عرفتش شنو غادي تكون عندنا كوزينه اذا نخيركم بين هاد الالوان هادو هما اللي فاتحين وهما لي طوندونس دابا ونشوفوا ديك الساعه من بعد غادي نشوفوا الزليج اشنو اللي هادي واتيهم الى اخره وكاين كنتو نتوما قادين هاد الالوان او نشوفوا حوايج اخرين كاين بيان سور الكابوتشينو هذا كيتي نشار شوفوا اخر هذا اليوم انا بغيت شي بيض بزاف بغيت شي بيض ما عرفتش كيفاش نقول زين حيت عندي الزليج ديال الدار فيه داك شويه الباب وداك الشيء ما بغيتش يكون يبان شوف دابا غادي نبدلو باش يكون حتى التناسق بين الداخل وخارج انا درت اخر مره واش هذا اللي اختاريته او لا بدوينا ليه ولا النيود واحد النيود ماشي هذا انا دابا كنتفكر كنت جبت لكم على النيود انا دابا كنت صورته ممكن جدا يكون خدا شي كليان ما رضوش الا سير هاد الصور صورنا هذا الكابوتشينو ديال ايطالي واحد السيد قال لي ملي شفت البريز اللي كان علاقه بداك البريز درت علاش درت الكوزينه
الخدمة ديالنا حنا كلها هي الكوزينة. إن شاء الله يا لقاءنا الثاني نمشيو نكوموندي ونشوفوا الكاباج ونشوفوا. حنا معاكم. حنا معاكم في صور أخرين. إن شاء الله. إني لا باش معنا باش نبقى خدامة وداك الشيء كتكوموندي باش كل شيء يكون منتظر. وبالخير. إن شاء الله. السلام عليكم. احنا تاني هذا نهار اخر من بعد ما كنا عند مدام هدى في البيرو اخترنا المسائل اللي بينا اختاروا ديال الكوزينه. دابا جا الدور ديال الكغلاج او الزليج، غادي تمشي معنا هي اللي غادي تمشي معنا باش نختاروا الزليج اللي غادي يجينا في لون مواتي مع ديزاين ديال الكوزينه اللي غادي نديروا في يعني لي بلاكار ولا حتى البوطاجي اللي غادي ندير او الرخام. خصني نشوف اللون اللي غادي يجي مواتي ليا مع الكوزينه، وحنا غاديين دابا في الطريق ان شاء الله ونشوفوا اشنو غادي اللي غادي يعجبني. عجبنا انا وياك كنشوف. انا كنقول لهم الكوزينه المملكه ديال المراه، خصها هي تختار داكشي اللي غادي يعجبها واللي غادي يريحها اكثر. الكوزينه خدامه فيها غير انت يا بوحدك، ولكن حنا كندير معاك لي زيكسترا. لا حنا اكسسوار، حنا حاله خاصه. انا والشاف كنخدموا بجوج. يا ريت كاع الرجال بحال الله يكرمك. والله حنا حاله خاصه يعني كنخدموا بجوج. كيتي عاجبها الارض وعاجبها الكوزينه نقيه. شوفوا شوفوا كي كتقز. دابا انا كنتسنى الشاف يجي يفسر لينا فين وصلت الكوزينه، ولكن ما بغيتش نضيع عليكم هذه اللقطه زوينه. فهمتوا ملي اللقطه ديالي هانتوما عاجبها الارض. شوفوا كي كت شوفوا شنو كديرها في هذا المدخل. كيتي اشنو ها عجبتك الارض؟ اللون ديال الارض بحال اللون ديال القطه. كيتي اشنو اشنو حبيبه ديالي؟ هاجي هاجي كوم. وينو 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 اشنو وينتي؟ منو 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 كيتي شبعتي ياك؟ ها شبعتي؟ انت في نفس الوقت انا ما بغيتش نضيع هذه اللقطه. ياك جاتو الغيره، الشاف جاتو الغيره غادي يجيب لينا الطويره ديالو. ياك كيتي كيتي اشنو مرحبا راسك، كتستمتع بالارض مقده ونقيه. والشاف جاتو الغيره وجاب لينا الطويره ديالو. هادي راه باكي انت راه غادي تشوفك غادي ت لا لا اليوم درت الصواب درت الصواب. صافي 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 الله شرح لينا في وصلت الكوزينه.
هي الكوزينة دابا طحن شعاب كنتسنى هاد الطحاش اللي داروا للشيف نشوف عاد نبداو الصباح واحد 40 تقريبا ولا 50 ها نتوما الارض شتو هاد شتو اللون اللي اختاريه كي جاكم درت على افي باركي بهاد اللون هكا ما يكونش مهمو اختارينا انا والشيف اييه نتوما راه شفتوا اللقطات ديال فاش مشينا نختاروه دابا الكوزينة انا غادي غادي نجي اليوم الداخل وفي نفس الوقت هي علاش كطليتيها هانتوما الداخل عرفتو بانت واسع الكوزينة دابا تنقات مشردة انا من بعد ما تصبغ ان شاء الله غادي نصور لكم اللقطات واخا شويه الشعه شويه على التصوير حيت الشغل باقي مازال ما مركبينش نشوف هذيك واش هذه ها هي كتشوفوا لكم راه ما كتبغيليش نحديها هي انا هاد ياك حيدي ليها صافي انا عاد الصباح ايوا دابا هادو هما المراحل اللي وصلنا اليوم حاليا ان شاء الله غتبان لكم الجديد كيتي كيتي عم لي دايره القزي بتاعكم وصرا باش قاليها ها ماشي ها ليندا ها هي شفتك حابه واش انت هاكا تشوفك وكتجي ها ياك واخا انا عزيز انت عزيزه عليا ولا ما بغاتش تقبلني صافي خليها